النبي كان أصلاً حريصاً على الاقتصاد في التشريع. النبي لم يكن يحب أن يتوسع في التشريع ويشرع لك في 1000 باب وفي 10000 باب. حتى غدا بعض الفقهاء المتأخرين، لن أذكر اسماً حتى لا ينال من العلماء الأجلاء رحمة الله عليهم أجمعين، يفخر أيها الإخوة، يتفاخر يعني بأنه يحفظ من مسائل الصلاة 10000 مسألة. ما حاجتنا بها؟ إيش هذا يا أخي؟ أين أنت من حديث الدارمي الذي يرويه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما سألوا لماذا؟ يقول الصحابة أحسن الناس شفتهم. ليه؟ مش عشان كانوا بيصلوا كتير وكذا، لا لا لا، قال ما سألوه، عشان هيكم أحسن الناس، ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. منهن: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، في البقرة. ومنهن: ويسألونك عن المحيط، في البقرة أيضا. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. تتمة الخبر. قال هذول أحسن الناس الصحابة، أحسن الناس. ليه؟ لأنه يعلم أن مبنى التشريع والاتجاه الذي كان يتجه إليه رسول الله والنزعة التي ينزعها ما هي؟ التقليل من التشريع. لذلك صح في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم مجرم، أكبر مسلم مجرم، أجرم في حق مين؟ في حق الكفار المعتدين المحاربين، لا، في حق الأمة، في حق المسلمين، في حق إخوانه، أعظم واحد مجرم. قال هذا النبي، قال هذا مجرم وأعظم الناس إجراما في المسلمين. إن أعظم، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن مسألة أو عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. أنت مجرم، أكبر مجرم. زي اليوم يا أخي، العصر في الأشياء الإباحة، ويجيك واحد باسم الدين وباسم الورع وباسم التقوى ويبدأ يبعتش ويدعبس وينقر ويفتش أيها الإخوة، إيش هكذا؟ لا يكون فيه شبهة، هذا إيش الرقم، هذا معناه من هذا البرودكت أو من هذا المنتج، لا يكون هذا دهن خنزير، لا يكون هذا دهن فيه حيوان مش مذبوح، ويبدأ ويحطها في المساجد. يا أخي تبا لك، تبا لك، ضيقت علينا حياتنا، ضيق الله عليك عيشك. هذا مجرم، هذا فكر حاله بخدمنا هو، أنت بتخدم مين قاعد يا أهبل؟ دمرت حياتنا، أنت تفهم الدين أنت؟ لكن هذه الرغبة في السلطة والتضييق على الناس، خصوصا بس 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 الدين، والله العظيم يحبون التضييق عليك في كل شيء، وهذا حرام 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 حرام، اغلق سكر سكر، وانه فهمان هو عارف اللي بتعرفوش انت، يا ما شاء الله عليك، لا كثر الله في الامم من امثالك يا اخي، وهداك الله والله واصلحك. هذا تماما مثل العالم الذي كان ضريرا ويمشي، واحد بعض الناس يعني سيدة منزل ربما القت بماء، ماء لا ندري هل هو غسالة ايه، أواني أو ماء صافي قراح سقط منها لا ندري، أو غسالة الأطفال الصغار ردع لا ندري، ماء نجاسة ماء طهارة، فتلميذه قال: يا أمة الله، ماء ماذا؟ قالت: ماء غسالة الأطفال. قال له: نجستنا، نجسك الله. قال له: أنت نجستني، الله ينجسك البعيد. قال له: لو ما سألت خلاص، ماء الأصل أنه ماء يعني، وبنمشي وبنروح نصلي ونعطي درسنا، جيت تتفلسف ماء إيش هذه. لذلك لما إيه؟ نعم، لما ورد عمرو بن العاص، وأعتقد كان معه عمر بن الخطاب، كانوا في سفر على مقراء، المقراء حوض في صحراء، حوض يحتاز فيه الماء، فعمر بن العاص يقول له: يا صاحب المقراء، يا صاحب المقراء، أخبرنا، هل ترد السباع على مقراتك؟ تيجي السباع؟ عشان نعرف نجس ولا طاهر. قال له: يا صاحب المقراء، لا تخبره فأنه متكلف، بتفلسف. قال له: هذا ما تقولوش، ايش دخلنا؟ ما شفناش احنا، ما شفناش، خلص الناس صافي طاير. بده يسال، تجي السباع واي نوع من السباع؟ قال له: يا صاحب المقراء، لا تخبره فانه متكلف، وقد اعاذ الله نبيه واستعاذ النبي ان يكون من المتكلفين. لا نتكلف، مبدا التضييق في التشريع. لذلك ايضا في حديث الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين: يا ايها الناس حجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل: يا رسول الله، أفي كل عام، كل سنة نحج يعني فرض علينا؟ غضب النبي، لم يعجبه هذا، خطته التقليل من التشريع، الاقتصاد في التشريع، ما بدنا نضيق على الناس، ما بدنا نكثر الفرائض، ما بدنا نكثر المحرمات،
خلي الناس على أصل الإباحة. النبي لم يعجبه هذا، قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. ليش تثيرني أنت بتسألني أسئلة؟ أنا بقول لك حج، لو حجيت مرة واحدة يكفي خلاص انتهينا. تقول لي كل سنة ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما تضل تسأل وتتفلسف. لذلك أنا ذكرت في خطبة سابقة قبل بضعة أشهر أنه مش من علامات المعافاة وعلامات الخير أن تفتخر مؤسسة رسمية أو دار إفتاء بأنها طلعت لي في مش عارف 10 سنوات 100,000 فتوى. مش كويس هذا، مش حلو. فرحانين ليش أنت يعني؟ أمة تسأل عن كل شيء المسكينة، كل شيء حلال حرام. يا أخي أبداً، دين الله أوضح من هذا، دين الله أوضح من هذا.